السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. يختلط مفهوم الحب مع الكثير من المصطلحات كالإعجاب والصداقة والتعلق، وتبدأ أسئلة كثيرة تتسلل إلى الشخص المحب وإلى نفسه. هل أنت تعيش قصة حب حقيقية أم إنه مجرد إعجاب ليس إلا؟ وإليكم 5 اختلافات تبين لك إن كنت تعيش في قصة حب حقيقية أم إنه مجرد إعجاب أو تعلق. الحب هو نكران للذات، والتعلق هو قمة الأنانية، بمعنى أن الشخص المحب هو الذي يسعى جاهدا لإسعاد الطرف الآخر وإرضائه بشتى الطرق. أما التعلق هو يعتمد على الطرف الآخر وملأ أنت أوقات فراغه، فإذا أتى على بالك الشخص الذي تحبه في أوقات فراغك فأعلم جيدا أنه إعجاب وتعلق ليس إلا. الحب هو التحرر والتعلق هو السيطرة. الحب المتبادل يسمح لك أن تكون نفسك الحقيقية والابتعاد عن التصنع والظهور بشخصية غير نفسك. الحب يسمح لكما أن تعرف نقاط الضعف الخاصة بكم. أما التعلق فهو السيطرة على الطرف الآخر. الحب هو امتنان وأشواق تسبق أي كلام بينكم. أما التعلق هو الاستمتاع برفقتك. الشخص المحب هو الذي يميل دائما إلى الطرف الآخر ويبادر بالسؤال عنه والرغبة دائما للنظر إليه والبقاء بجواره. أما التعلق هو الاستمتاع برفقته، لأنه يجد فيه السمات والصفات المثلى التي يتمناها في الصديق أو المحبوب. الحب هو نمو الأشواق بينهما، أما التعلق يقف دائما مكانه. الحب ينمو من عدة مراحل، بدء من الألفة المتبادلة ونهاية بالميل فكريا وعاطفيا بينهما. فإذا وجدت أن العلاقة تنمو وتزداد المشاعر، أعلم أنك تعيش قصة حب حقيقية ليس تعلق، لأنه يظل ثابتا مكانه. الحب هو الحد من الأنا، والتعلق يعزز الأنا. عندما تكون في حالة حب تقل سمة الأنانية لديك تدريجيا حتى تزول، لأن الحب يساهم في تعزيز السمات الإيجابية بداخلك والتخلص من السمات السلبية، وتصبح أكثر حنانا وحبا للناس ووفاء وإخلاص. أما التعلق يعزز الأنا لديك، وبالتأكيد يتسبب في كثير من المشكلات لديك. وفي النهاية يا أصدقائي، الحب ينساق إلى الحبيب الأفضل وليس إلى الحبيب الأول. كان معكم هاني محمد في قناة لايت لايف. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.